اليوم جرانيت السعودي يصدر لجميع أنحاء العالم ويستخدم بشكل كبير جدا، بل يفضل على خامات أخرى. أنا اسمي ناصر عبد الله الصقور، من مواليد منطقة نجران، وفخور جدا بالاستثمار وتوطين الصناعة في نجران. أحب الله منطقة نجران بميزات كبيرة جدا من الأزل. نجران ليست الوحيدة في إنتاج الجرانيت. مملكتنا والحمد لله غنية من شمالها إلى جنوبها بخامات تعدينية، ومن أشهرها هو خام الجرانيت أو أحجار وصخور الزينة. تروبيك براون أو بني نجران هو درة التاج في الجرانيت السعودي، وهو أشهر منتج جرانيت سعودي على مستوى العالم. لم يبنى بتسويق أو دعاية أو إعلان، ولكن بنته جودته. جودة المنتج هذا فرضته عالميا. طبعا من أشهر المشاريع اللي نفذ بها جرانيت نجران كانت جادة الشانزليزيه. إذا نظرنا إلى مطار بومباي في الهند، إنتاج جرانيت سعودي. الصالة رقم 3 في مطار نيودلهي، جرانيت سعودي. فمطارات في العالم كثيرة جدا تستخدم الجرانيت السعودي. مصدر أكثر من 70% من إنتاجنا إلى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، الصين، اليابان، أستراليا، الهند. شركة بن هركيل بصفة عامة لا تنظر فقط للصناعة كصناعة، ولكن ننظر إلى تطوير الصناعة، نقل الصناعة من مرحلة إلى أخرى. فنتعاون مع جامعة نجران، مشكورين في أن تكون صناعتنا 360 درجة، أن لا يكون عندنا فائض تصنيع، لا يكون عندنا نفايات، لأن نستهلك جميع ما نستخرجه من الطبيعة. الطبيعة محدودة مهما كانت، ومن حق الأجيال القادمة أن لا نتلفها وأن نحافظ عليها. وجود المدينة الصناعية في نجران هو من أهم الركائز للصناعة. بدون مدينة صناعية مثل المدن الآن في نجران، منظمة وحديثة وتتوفر فيها جميع المقومات بناء الصناعة الحديثة، ستكون من الصعوبة أن تنمو الصناعة في هذه المنطقة. ولكن نتمنى أن تكون أيضاً وجود هذه المدينة حافز كبير جداً للمستثمرين بأن يستثمروا في مدن في نجران.